أخوي شاب يعني صغير بعده عمره 32 سنة، بعده بزهرة حياته. أني أزعل ما يعني ما الله قسم لي بالولاد، جاني ولاد أضايق شوي، يفرج علي هو يقول لي لا لا تزعلي، يعني إنه بدك أولاد كلياتنا ولادك إحنا، يعني ولادي خذيهم إذا بدك أولاد لا تزعلي. يحكي لي أخوي كان يعني القصف عليهم شغال، إجي من كان دا جايتهم قذيفة قبل بيوم بالبيت، فات أخذ عيلته حملهم بالسيارة، أولاده وأولاد أخوه طلعوا ما مشوش شوي عن البيت يعني مسافة بسيطة، صاروا على الشارع العام ضربوا القناص لأخوي للشوفير، ورجعوا ضربوهم بالدبابة على السيارة. أخوي ومرته وابنه وجوز أختي ظلوا بالسيارة، هذول اللي بالكرسي القدامي ظلوا طلعوهم يعني رماد، يعني ما في لا جثة ولا في إشي، والله نجالي هالأولاد. إيه والله والله عندي إياهم أغلى من عيوني اللي بشوف فيهم، وإن شاء الله إن الله قدرني بربيهم أحسن تربية. بتأمل الحمد لله إن شاء الله الله يكبروا وأشوفهم هيك كبيرين وبيدهم شهادة أقل إشي، بس هذا اللي بتمناه من رب العالمين. أنا عايشة مع عمتي سهام، هي جابتنا لهون مشان تربينا. يعني عمتي سهام ما بتحسسنا إن أمي ميتة، يعني عم بتحس يعني هي مطرح أمي وأبويا. أنا أكبر واحدة اسمي فلك وعمري 12، بحس حالي انه اني اخوتي، يعني انه اني مثل امهم بساعدهم، يعني مثل ما كانت امي تعمل لهم اني بعمل لهم. يعني لما هم يقول يعني لما هم يصيروا يبكي يعني انا بكسر عليهم، بصير اقول لهم يعني لازم ما تبكوش لانه امي ما ماتت هلا بتتفرج علينا بالجنه. يعني انه انا ما مشان لما ازعل وابكي ما بشوفهم، مش يعني انا بشجعهم انهم ما يبكوش، يعني انا ما ببكي قدامهم، يعني لما ابكي بنام ببكي. يعني هون في امان، انا حاسه حالي انه لازم اتعلم، انه انا يعني اخوتي يعني انه لازم نتعلم نحن واخوتي كتير، يعني لأنه راح علينا الدراسة كليات، يعني لازم نحنا ندرس. حابة نروح المدرسة هون كتير.